اولا الرحمه لشهيد الامه فارس هذا الوطن الشهيد الرمز ياسر عرفات الباقي في قلوبنا والمتربع على ضلوعنا وعلى اجيال هذا الوطن. اليوم مديريه التربيه والتعليم بالتعاون مع الشركاء والتوجيه السياسي وحركه فتح والمحافظه تحت رعايه المحافظ تحيي اليوم ذكرى اسبوع الوفاه والاستقلال المنطلق ابتداء من 11/11 في ذكرى استشهاد الرئيس أبو عمار وينتهي بيوم الكوفية الفلسطينية ب 16/11. اليوم أجيالنا كشافتنا أبنائنا في محافظة طول كرم أبناء الأسرة التعليمية مدراء ومعلمين وطلبة يحيون هذه الفعالية ليقولوا للعالم ويقولوا للرمز في روحه الطاهرة أن روحك باقية في خلودنا وتسكن أرواحنا وأنك أنت باقي ورمز لهذا الشعب والكوفية التي أصبحت رمزا لكل ثورات العالم وشرفاء العالم ستبقى مرفوعة بإذن الله. هذه أسرة التربية والتعليم، هذه أسرة الأوفياء، هذه أسرة التي قال عنها ياسر عرفات جيش الدفاع الفلسطيني. الشهيد الرمز أبو عمار هو كل يوم في قلوبنا، في كل ساعة، في حياتنا الوطنية اليومية. هذه المدرسة الجامعة للكل الوطني الفلسطيني. ما زلنا نسير على نهج ياسر عرفات، على مدرسته الوطنية والفكرية، صاحب الفكرة والمؤسس والرمز وصاحب الوحدة الوطنية التي جزتها وكان هو الجامع ولامم لكل أطياف وألوان الشعب الفلسطيني. هذه الفعاليات مستمرة، انطلقت اليوم من شويك الصمود والبطولة بلد الشهداء والأسرى، من دوار الجعرون إلى ملعب شويك إلى مدرسة بنات شويك. حقيقة هذا الجيش الوطني الفلسطيني، هؤلاء الزهرات والأشبال اللي راهن عليهم معول ياسر عرفات هم من سيرفع العلم الفلسطيني فوق مآذن وكنائس القدس العالى. نقول لياسر عرفات هذا الجيل
يعيش ويحيا في عقول ياسر عرفات، في أذهانه، في فكر مات جسدا وفكر ياسر عرفات في عقول وأذهان هؤلاء الزهرات. نقول له نمكر إلى العين، هؤم أشبالك وأزهارات يرفعون العمل، والكوفية ستبقى رمزا وخالدا حملتها على رأسك، تفطى فيها في كل محافل العالم الدولية والعربية والفلسطينية، ستبقى الكوفية الفلسطينية، هؤم أشبالك وزهراتك يرفعون الكوفية والعلم. نقول لك أن سنبقى على عهدك عهد الشهداء حتى يتحقق حلم ياسر عرفات بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله تعالى. احنا اليوم حاولنا احنا كتوجيه سياسي والتربية والتعليم والإقليم تحت رعاية عطوفة المحافظ أن نقيم مثل هذه الفعاليات باستمرار، وذلك لأنه نعتبر 11/11 من كل عام هو علامة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، لوفاء واستذكارا لمسيرة الشهيد الرمز الثائر الشجاع أبو عمار. هذه الفعاليات مثل هذه الفعاليات نحاول أيضا أن نرسل فيها عدة رسائل، الأولى للعالم أنه الشهيد القائد هو في ذاكرة الشعب الفلسطيني وفي وجدانه. هذه رسالة وفاء لأبو عمار. نحن مستمرين بهذه المسيرة النضالية التي قام بها حتى إقامة دولتنا الفلسطينية العتيدة في حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.